رانيا شرفتينا في الرحلة يا رانيا. شكرا حضرتك اللي مشرفنا والله. رانيا بنت مصرية راحت إيطاليا وهي عندها 9 سنين، عايشة في إيطاليا عمرها كله مع أبوها وأمها. مبسوط إن أخوكي معانا هنا. استفيدوا كمان. أنت عاملة إيه في المجتمع الإيطالي؟ عاملة إيه وعايشة إزاي؟ والله يعني أنا في البداية كنت دايماً بركز إن أنا أخلي بالي من قيمي كلها، بس أنا اعترفت في آخر فترة مش عملت أخطاء اللي هي كبيرة قوي، بس حسيت إن أنا فجأة الإيمان بتاعي من جوه قل، تأثر بالعوامل الخارجية اللي موجودة حواليا سواء أشخاص أو ظروف بتعدي عليا. فيعني أنا نفسي أعرف إزاي حتى لو إيماني ضعف أنا أقدر أقوي رغم كل الظروف اللي حواليا أو الأشخاص أو أنت كل الصحاب اللي حواليك أجانب ولا في وفي يعني، بس أنا عايشة في سكن جامعي فالأغلبية أجانب مش مصريين مسلمين. تعملي إيه في موضوع الصلاة وإزاي تظبطي ده في وسط السكن الجامعي؟ والله يعني على قد ما بقدر يعني بصلي وقت كلها، بس أنا أعترف إن في آخر فترة كنت مقصرة شوية بصراحة. شايفة إن أنتي مش طلعتي رحلة روحية تعيشي فيها مع ربنا، ده دفعة قوية جدا. أنا حاسة إن هي فرصة من ربنا إدهالي عشان أقدر أرجع أوي إيماني تاني زي ما كان. هو ده الإجابة، ده إجابة سؤالك. لازم يبقى في حواليكي بيئة بتساعد، بس أنتي لازم تحطي حاجة في حياتك التقوى يا رانيا، وسد الفجوة بين القيم، قيم الإنسان اللي جوه وبين أفعاله اللي برا. عايزة مقويات، عايزة صحبة حلوة، عايزة ذكر الله. رانيا التلت ساعة دي هتغير حياتك. أنا عارف أنا بقولك إيه، تلت ساعة كل يوم السبحة في إيدك عايشة معاكي جزء. أنا بقت السبحة بالنسبة لي زي مفاتيح العربية والمحفظة والموبايل، بنفس الأهمية والاهتمام. عايشة معاهم بتذكري يا ربنا. إذا ما كانش في حد يؤنسك ربنا هيؤنسك، وإذا كنت وحيدة في وسط مجتمع مش حاسس بقيمك فربنا اللي هيقويكي. سندك هو ربنا، دعاء النبي سند من لا سند له. امسكي في الذكر، وده كلام مش نظري، ده كلام عملي. لو لقيتي صحبة حلوة الحمد لله، الرحلة دي جات لك الحمد لله. طب وانتي لوحدك ذكر الله.